بقالنا 3 سنين بنعمل حاجات جد، فقررنا دلوقتي نتحدى بعض. انا احاول اخلي وسام يعمل الحاجه اللي هو ما بيحبش يعملها وهو يعمل نفس الفكره. مستنيينكم تتفرجوا علينا وتقيمونا على السوشيال ميديا. اهلا بيكم في تحدي مع هشام وسام. النهارده تحدي هشام. اتفضل. الطاسة دي الوعاء او الحاجة الوحيدة اللي هو يقدر يستخدمها على النار عشان يعمل لي شوربة. يعني ما ينفعش ان انت لا تحط مية في كاسرولة. بس لازم ولا في ملاية. ما هتستخدم مية بس. أوكي. على طول وهنشفش اهو. تمام. جميل. هقول لك حاجة تمام كمان من غير خلاط. مش محتاج خلاط. مش عايز خلاط. بس ينفع الهاند بلند؟ لا يا اخويا. خلاط بس من غير. طب وريني نفسك. طيب طيب شوربة بصل. انت خلاص يعني. انا خلاص ايه؟ انت اول ما بصيت على الطاسة عرفت انت هتعمل ايه. ما هعمل شوربة بصل. انا ليه حاسس ان بالنسبه لك يعني التحدي ده جاي لك على الطبطاب يعني؟ لا مش جاي لي على الطبطاب خالص، بس هو هعمل ايه؟ طيب ما انا مضطر يعني، محطوطين في حته لازم ايه. طيب في طبق للشوربه موجود. في طبق للشوربه. التحدي من غير حظاظات. طيب هنجهز. اهم حاجه بقى ايه؟ نبقى مجهزين مخنا، يعني ارسم الطبخه في دماغي علشان تطلع في الاخر مظبوطه، عشان لو جت حاجه قبل حاجه هتبوظ الدنيا مني. ده اللي هو الميزان بلس بالظبط، اللي هو توضيب الشغل او ظبط الشغل. ميزان بلس ظبط الشغل، توضيب الشغل، كل حاجه المكونات موجوده قدامه بالكميات اللي هو هيشتغل بيها على طول، على اساس النار تتولع مره واحده والطبخه، يبقى مرحله الطبخ تحصل مره واحده. يبقى انا عندي مرحله تحضير بالظبط، قبل مرحله التحضير بحط خطه في بنحط خطه في دماغنا، بننفذ تحضير وبننفذ طبخ عشان ايه؟ نقدر ناكل بعد كده. هجهز طماطم تشيري ادي كده مكعب. لا لا ده كل ده بحاول ابقى مأمن نفسي عشان اعمل برزنتيشن، يبقى الشكل في الاخر يطلع كويس. انت بتجرنش يعني؟ بجهز كده علشان ايه؟ اشوف في حاجه هحتاج احطها تاني على النار ولا لا. مش كده ايه؟ اقعد كده اتفرج عليك. خد راحتك، خد راحتك خالص. يا سلام. مش عايزه. براحتي بقى. انا بعمل كده عشان افكر هعمل ايه قبل ايه. طب اجيب لك انا حاجه مثلا من الثلاجه؟ عايز بيض في الوصفه دي؟ عايز سندوتش جبنه. هعمل لك سندوتش جبنه بس هتعمل لنا عيش بقى. هعمل عيش كمان. طيب نقطع بقى البصل. طب قول لي. طيب انت قول لي المراحل اللي في دماغك. المراحل اللي في دماغي هقطع البصل وهعمل له كارملايزيشن على النار لحد لما طبعا شوربة البصل بتاخد وقت طويل، فالمفروض ان هي يعني نتكلم في 10 دقايق ربع ساعة البصل على نار هادية علشان يبتدي ياخد لون بني. ما اعتقدش ان احنا هنلحق نعمل الكلام ده في وقت الحلقة، بس هنحاول نعملها ايطاليان اونيون سوب، لان الفرنش غير الايطاليان. الفرنش بتبقى البصل اللي فيها ما بيبقاش كارملايزد قوي، بيبقى لسه فيه سنة. الفرنش بيبقى البصل بني. البني ده واخد له وقت، واخد الفرمالة بتاعته بالظبط، بياخد وقت طويل قوي. الايطاليان ما بياخدش الوقت نفسه، فهم ايه؟ مش هنخليها فرنش، هنخليها ايطاليان. بس في كل الحالتين انت بتقطع. هشام بيقطع البصل رفيع جدا عشان ايه؟ اول حاجه بتزود المساحه اللي معروضه للمتعرضه للنار عشان يطلع التسكيره بتاعه البصل عشان كله يستوي اسرع كمان. بالظبط. وعشان اتقلها شويه احط عليها شويه دقيق وهخليها تبقى ريتش بالزبده. انت قلت زبده خلاص يعني اكيد طعمها حلو. بس خلاص شوربه زبده يعني. على فكره لو سايحت فيه زبده اتاكد بقى ايه.
هحتاج ألسع الأول. طب أولع لك النار؟ آه من فضلك. بتساعدني جامد قوي الحقيقة. كده النار ولعت. تمام. أنا هناخد. أنا بتسلق. آه زيت زيتون. آه ده علشان بس إيه. وسام كسر المطبخ. خلي دول هنا كده. ماشي هاكلهم انا. انا بموت في الطماطم الشاري. وعايزين نفرم دول شويه كده عشان يبقوا اسهل. في بقى حاجه اقول لحضراتكم عليها. انا بالنسبه لي صلصه الطماطم والمكعبات المرقه انا باكلهم كده زي ما هم. يعني او ممكن افتح الثلاجه اخد طبعا مش معلقه كبيره بس باخد معلقه من صلصه الطماطم. والمرقه دي عارف بعمل بيها ايه كمان؟ عارف عصير الطماطم؟ عصير طماطم وشاستر صوص و فيرجن ماري. فيرجن ماري بالظبط. بس بخلي طبق الكوبايه نفسها بعمل عليها ليمون واجيب المرقه كلها تفكها خالص واحطها عليها بتبقى تمام. وشويه كرفس وايه روقان. روقان. محتاج بس ده. طب بتعمل حاجه بميه ميه الزيتون؟ ما ممكن تشربها زي ميه السلطه. ميه الترشي بالظبط. ميه الترشي بس طبعا بقى نار. انا محتاج دلوقتي بس الطماطم هديها عايزها تسود من تحت. اللطيف كمان ان هو بدا الحته دي السائل اللي جوه بدا تغلي. حلو. ففي تسكيره في حاجات لطيفه قوي. التكات الصغيره دي التكات الصغيره دي في يعني احنا بصينا هنا بنلاقي ان ده بيغلي بيجري بيهرب. بس الحاجات الصغيره دي اللي بتفرق في الطعم في الاخر. احنا بنبني. احنا عايز طبق. انا عايز بولا مثلا. لا عايز الملقط طلع بيه. بس انا محتاج ان هم يتحروا. عايزهم يسودوا. يعني انا مش قلقان خالص عليهم. محتاج ان اللي هو اللون من تحت يبقى يسود. هتلاقي الملقط. لا الـ مش الكبير. انا في الشنطه الثانيه. الشنطه الثانيه معاك اي حاجه؟ تونج امسك بيه. لا تونج لا ما عنديش. لا انت يعني شيش حاجه على فكره. تمام كده. بس يا دوب اللسعه الصغيره دي كده علشان احاول ان انا احطها في الزيت تاني. ماشي. خلي بالك بقى من اللي هيحصل دلوقتي. طبعا عشان الطاسه سخنه فممكن يبقى ايه تسرع معايا شويه. انا بعمل ايطاليان فرنش. ايطاليان اونيون سوب. لو بنعمل فرنش نحتاج نخلي النار تبقى ميديوم وتبقى تاخد بقى وقتها خالص. ايوه على فكره الفلامبي اللي بيحصل ده بيدي فليفر للاكل. بيدي نكهه جامده جدا للاكل. يعني مش بس بيبقى شو حلو او شكل حلو. لا بيدي طعم. محتاجين ملح. حبة ملح كويسين. سكر كمان؟ لا هستنى عليها. انا بصراحة ايه محتاج ان هي تاخد لون اكتر من كده. احضر لك ايه طيب؟ عايز معلقة او اي حاجة بس اقدر اقلب بيها. معلقة؟ ماشي. بص انت مش محتاج من الوقت. انت بعد كده انت بص امسك دول توث بيكس. ايه عايزك تقلبهم واحده واحده كده. ضمن التحدي على فكره. ده ممكن نعمله في حاجه ثانيه. تخيل ممكن نبقى ماشي. انت فكرت في حاجه؟ ممكن. انا مش عايز ادي لك افكار. طبعا ايه المفروض ان البصل يبتدي لونه يغمق. ممكن بقى نبتدي نغش ونعمل حاجة ظريفة جدا. ده وستشير صوص بالظبط كده.
علشان فليفر ولون. الريحه طبعا ايه تمام. عايز روزماري ولا حاجه؟ لا مش دلوقتي. عايز كاتشب؟ لا 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 لا. عايز توم؟ عايز زنجبيل؟ ممكن اخد فص توم واحد. فص توم واحد؟ اه يعني ابتدى لونها يتظبط شويه. عايز متقطع؟ اه سلايسز يعني. عايز نص فص توم بس. ماشي. اهم حاجه ناخد وقتنا. هناخد بقى شويه صغيرين من الميه. علشان نمشي الامور. يا سلام يا سلام. المفروض 10 دقايق ربع ساعة. او ممكن دلوقتي ولا لا 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 خليهم عندك. ماشي. لو اتحطوا دلوقتي هيتحرقوا لان انا لسه عندي زبدة ولسه عندي دقيق لسه في شغل كتير هيتعمل. طيب ماشي. انت دي يعني دي كده هنسيبها مثلا على النار تاخد وقت قد ايه؟ لو هنعمل فرنش اونين سوب 10 دقايق ربع ساعة على نار هادية. انا هحاول اعمل ميكس ما بين ايطاليان اند فرنش يعني اخليها تاخد التسكيرة بتاع دي وتاخد الفريشن بتاع دي. بالظبط بالظبط علشان الوقت هيبقى حاكمنا شوية. وانا ليه جد كده؟ مش عارف انت مركز قوي في الطاسة. بقى اول لما بقف قدام النار بنسى بقى. طب ايش؟ ماشي انا موافق. ممكن بقى ايه نبتدي نديها المرقة ونقلب كده. مرقه الفراخ هو مش هي جايه مكعبات فتت عن بعض ودخلها في وسط بقى الزيت مع البصل مع كل حاجه. فالمرقه نفسها قبل ما نحط عليها ميه المرقه نفسها تبتدي تتحمر فيطلع لنا طعم. عشان ده فراخ كانه فراخ مشوي ده في طعم امامي محترم جدا جدا جدا. هطلع فاصل وهسيب البصل شويه كمان على النار وهرجع اكمل بقى ايه بقيه الشوربه واوري حضراتكم هي قد ايه سهله. ايه رايك؟ خليكم معانا بعد الفاصل لحد ما البصل يكون اخد شويه من اللون الغامق. كده رجعنا من الفاصل. هشام بيعمل الشوربه شوربه بصل يعني. هشام بيعمل شوربه بصل على طريقته وعلى مزاجه كده. لان التحدي النهارده ان هو يعمل شوربه في طاسه من غير ان هو يجيب كذا حاجه و مثلا كاسروله كبيره ولا اي حاجه. لازم يعملها في طاسه واحده. فقطع شويه بصل راح مشوحهم في زيت زيتون. حطيت عليهم ايه تاني؟ وستشاير صوص. أيوة. سنه ميه دلوقتي الزبده ملح وكمان مرقه فراخ مفتفته كده من على الوش وشويه فلفل اسود. فلفل اسود اسمر دلوقتي. وعمل بقى حضر الجارنيش بتاعه اول حاجه عشان هو رسم الطبق قبل ما يبتدي يطبخ. ده معناه كده ان ده في نظام في الشغل كده. الزبده مش عايز كريمه لبني ولا حاجه ولا جبنه؟ لا 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 خالص. طب ما تحط شويه. انا بحب الجبنه في الشوربه قوي. انا بدور على الدقيق. هحط دقيق بقى علشان تتقل. ناخد ايه؟ انا حطيت تقريبا معلقه زبده او معلقه كبيره. كده بقى لو في مضرب علشان اهو كده هعمل زي الرو اللي هو ربط بالزبده والدقيق. ربط بالزبده والدقيق. وهفضل مستني لحد لما اشم ان الدقيق استوى. يعني ايه استوى؟ يعني زي ما شم ريحه الكحك كده صح؟ ايوه تحس ان الدقيق محمص كده. ايوه عشان لو حطيت بقى السائل دلوقتي هتلاقوا ان ال اجيب لك التوم. طيب دلوقتي اه فين التوم؟ صحيح فضلك هنا كده عشان ياخد لسه. توم صحيح ولا زي ما هو كده؟ زي ما هو هايل. ماشي خد دول. ميرسي. خد دي كده. خد دي. خلي التوم كده على حرف الطاسه علشان ياخد لسع عشان يبتدي يكمل او يلحق بقيه المكونات اللي هي بدات تستوي. شكرا.
تمام. عايز زعتر وعايز ممكن انت اعملي شكل بالبصل عشان احطها على الطبق. يعني ما فيش حاجه شكل بالبصل يعني جارنش. ماشي وانا اختار بعد كده بقى اشوف احط ايه. انا عارف اللي هيحصل. ماشي شكل بالايه بالبصل. نعلي النار بقى سنه. ونبتدي نزود المية واحدة واحدة واحنا بنقلب علشان نشوف القوام بتاع الشوربة هيبقى عامل ازاي. شوربة البصل عادة بتبقى تقيلة، يعني لازم تبقى شبيهة بالبشاميل. هي شوربة شتوية. شوربة شتوية بالدسم. بالعدس كده نفس قوام العدس. ايه رأيك ان انا اعمل لك يعني كأنك ايه ورد من من البصل. ورد ده بتاع الكشري. لا مش ورد يعني كتقليه يعني لا بس يعني كانها ورده مثلا او الحته المقطوفه من الورد كده. بقى ندوق ونشوف ايه الاخبار. ناقصه ملح ناقصه فلفل محتاجه تتظبط. انا عامه عشان نقول كلمه الحق الاداء طبعا ما اقدرش اقول اي حاجه عن الاداء. ممكن بدل ملح ممكن احط شويه وشستر كمان. Worcestershire. Worcestershire صوص. Worcestershire صوص مش زي مش الاويستر صوص. الاويستر دي حاجه والوستشاير صوص دي حاجه ثانيه. الصويا صوص حاجه والوستشاير صوص حاجه ثانيه خالص. كطعم لونه زي بعض، القوام زي بعض، مكونات مختلفه خالص. مكونات مختلفه خالص. الصويا ده بيتعمل من بقوليات الصويا مع التقل. الوستشاير صوص ده داخل فيها 60,000 حاجة، الأنشوجة مش عارف إيه، بص فلفل أسمر مش عارف، داخل فيها كمية حاجات لطيفة. لكن الاثنين أو يمكن حتى التلاتة، الأويستر، الوسترشاير صوص والصويا صوص، التلاتة فيهم نفس المذاق اللي هو النكهة التيست بتاع الأمامي. نحس إن هي بتدي كده حاجة لطيفة جدا في الأكل، بتدي كده تحس ان هي حاجه حرشه كده فيها لحمه. بتحب السوب تبقى تقيله ولا انا صراحه بحب السوب تبقى تقيله. اوكي لا لسه ما هو دي الحاجات بقى دي في ايدينا. يعني بتحب الشوربه تقيله هسيبها على النار شويه لحد لما تبتدي تربط اكتر وتقصر وتبقى كلها ماسكه في بعضها. ايه شاء الله حاجه ايه ده ان شاء الله حاجه. خلينا كده وراها لحد لما تتقل وبعدين. طب انت ايه رايك في حاجات مثلا زي دي كده؟ اوكي انا محتاج كمان اتقل الشوربه علشان عايز احط الجارنش يعوم عليها فوق. يبقى يعني بنثبت عليها بالظبط. عاده الاونيون سوب بيتحط بيبقى فيه توست وعليه جبنه وبتدخل الفرن والجبنه بتسيح. احنا بقى علشان ما عنديش الامكانيه دي ان انا بطبخ بس على طاسه واحده فمش هقدر اعمل كل الكلام ده، فهستنى لحد لما يعني احاول اتقلها على قد ما اقدر علشان انا حاسس ان انت قلقان. انا طبعا قلقان، انا طول الوقت قلقان. انا حاسس ان انت قلقان. استنى يا دكتور والله نسي مع العمليات شال وي اوبريت. هيعيش يا دكتور ان شاء الله. عامه اللون البني اللي هو الحلو البني اللي هو لا انا عايز اكل ده. الريحه اللي طبعا اللي طالعه انتوا للاسف ما وصلنا التكنولوجيا ما وصلناش ان احنا نقدر ننقل لكم الطعم او الريحه. بس نقدر يعني نشرحها واعملوها في البيت وقولوا لنا بقى الطعم وصل ايه، وسائل الاتصال بالنسبه لنا. حلو قوي قوي قوي. يعني كده القوام ابتدى يبقى زي ما انت عايز. هو انا ليه بشكر فيه على فكره الموضوع؟ انا عايز تكسب التحدي ده. ما يعني واحده واحده. دي مثلا اداء اهو وقع اهو وقع اهو وقع اهو. طبعا هشوف بعد كده الطعم. عندنا عايزين معلقه دي نظيفه دي. لا اديني معلقه نظيفه عايز اطمن. اوكي انا كده مبسوط. محتاجين طبق نشيل دي بقى. محتاجين طبق شوربه. طبق شوربه معايا. طبق الشوربه تمام. لا اخرف الشوربه في ايديك كده.
لو القوام مظبوط مش هي عايز تخليها يعني شوربه البصل عاده انا بحب احط عليها فلفل اسود كتير قوي لو عايز انا شايف ان هي كده مظبوطه هي مظبوطه مز سنه ممكن كبش شوربه كبش دي شغاله دي شغاله بيحط الشوربه واحده واحده بيحط الاول البصل وبعد كده غالبا هينزل بالسائل بس لازم في القعده بقى البصل هي شوربه بصل ف يعني شوربه بصل من غير بصل ما تبقاش شوربه بصل بالظبط كده تبقى ميه بصل ميه بصل اعتقد ان السمك كده زي ما انت طالبه انا بحب اللي هو حاجه كده ترم العظم كده الموضوع سهل قوي يعني مش محتاج يعني نصعب الامور على نفسنا احنا زي ما حضرتك شفتوا كده كل حاجه عملناها من الاول كله بالتكنيكس كله هو مجهز هشام عارف بالظبط هيعمل ايه امتى يعني بحاول وبعدين كزبرة يدي حاجة كده فرش في النص حاجة عشان الألوان كلها جايبة على أحمر فنخلي برافو عليك أنا مبسوط ممكن برافو عليك وتقول لي أدوق بقى كده أنا مبسوط هقول لك حاجة أنا شايف حاجة لطيفة خالص أيوة فيها شايف ده اتنين عين وده ده المناخير الناس يعني ايه ده مخدش بالي الموضوع انا عايز اخده بقى بحته البصل مع الطماطم تشيري المحروق مش محروق يعني هي مش محروق اللي واخده ايه تحميص متحمصه وقول لي ايه الاخبار سخنه بس خلي بالك حاسس بطعم المزز ده اللي فيها الورشستر عمل شغل كويس دي القطمه دي فظيعه ليه الطماطم ظبطت ال اوكي اللمسه بتاعت وش الشاي صوص باينه جدا اوكي مش بس مش طاغيه لطيفه كله موزون دي اول حاجه تاني حاجه القطمه دي ليه بقول لك القطمه دي الطماطم تشيري طماطم بيحب ايه بيحب الزعتر كمية الزعتر الموجودة يعني كأنك انت جبت طلعت الميزان ووزنتها بالميزان خالص يعني كويس؟ لا هو حلو جدا بقى انت هتخط ده بتاعي انا انت بتطبخ لي ده بتاعي انتوا بقى خشوا على المواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خشوا على هيبقى فيه التصويت انا عايزكم تصوتوا على اداء هشام في التحدي بتاع النهارده التحدي النهارده كان ان هو يعمل شوربه في طاسه واحده فقط لا غير عمل شوربه بصل مع زعتر مع طماطم محمصه شوفوا الاداء اتفرجوا على الحلقه شوفوا الاداء شوفوا البرزنتيشن وانا بقول لكم كطعم 10 على 10 اشوفكم في الحلقه في التحدي الجاي ان شاء الله ميرسي Thank you.